السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا أهل الضاد يا أهل بيت القصيد في حلقة جديدة وأمسية شعرية جديدة من برنامجكم بيت القصيد. هذا الاثنين بضيافتنا شاعر أردني، أعتقد أنه شاعر غاض، له مجموعة من المواقف التي نالت صدى على الساحة، وكلها تعكس هذه المواقف أنه شاعر غاب. هذه الحلقة سوف أناقش معه هذه بتركيز أكبر، قضية غضب الشاعر، عندما لماذا يكون الشاعر غاضبا ومتى يكون غاضبا، وهل لا يكون الشاعر شاعرا إن لم يكن غاضبا أو متمردا على واقعه بأي معنى من المعاني. رحبوا معي بالشاعر الأردني أمين الربيع. أستاذ أمين، مرحبا بك. حياك الله. أهلا أستاذ معاذ، كيف حالك؟ الله يسلمك. تمام، خير والحمد لله. لك مجموعة من المواقف سأستعرضها تباعا خلال هذه الحلقة إن سمح الوقت، لكن كلها يعني تقول أنك يعني شاعر إشكالي، لا أريد أن أقول غاضب، هل توافق على هذا الوصف؟ قل لي. يعني إشكالي شيء جيد، أهون من غاضب. لا توافق على هذا الوصف؟ لا، غاضب بالمعنى التقليدي طبعا لا، لكن بالمعنى الشعري قد يكون. طيب، لماذا رفضت جائزة حبيب الزيودي؟ جائزة حبيب الزيودي يعني هي ربما الطريقة التي تم الإعلان فيها عن الجائزة، يعني حيث تم إعلان فوزي مناصفة مع لا أحد، ولذلك رفضتها، يعني هذا هو السبب الأساسي. طيب، أما كان البعض يقول يعني أنه كان يمكن أن يتم معالجة الموقف دون أن تعلن رفضك للجائزة، أنا أعلن رفضي للجائزة، ما رأيك؟ يعني لم أبلغ بهذه، يعني هناك دائما لجنة تحكيم، وهذه اللجنة يعني تحترم بغض النظر عن قراراتها، يعني لكن أنت رفضت قراراتها، لكن أنت رفضت هذه القرارات. هذا حقي طبعا، عندما يكون القرار قرار لجنة التحكيم يعني فيه شيء من التعسف أو شيء من عدم الوضوح، يعني أنا أعطيك جائزة مناصفة مع لا أحد، يعني أشياء غير مسبوق كان في جائزة. طيب لماذا هم برأيك أخذوا هذا القرار، يعني مناصفة مع لا أحد، كيف قرأت هذا؟ ما تفسيرك؟ يعني هذا الشيء، هذا السؤال تسأله لهم هم وليس لي أنا. طيب، هذا السؤال ينقلني رأيك أستاذ أمين في قضية الجوائز الآن، الجوائز الرسمية، أريد أن أعرف منك الجوائز. نعم. التي تكون برعاية رسمية بشكل أو بآخر، يعني من الأنظمة العربية أو من. نعم. الدولة بتعبير آخر، ما رأيك بهذه الجوائز؟ يعني جميع الجوائز التي تقدم من مؤسسات رسمية كوزارات الثقافة أو ما ينوب عن هذه الوزارات من هيئات أو مؤسسات، لا أتوقع أنه شيء محترم، شيء تكريمي وشيء يجب أن ينمى ويكون كثيراً. نعم، يعني لا بأس في ذلك. لا بأس. لكن الجوائز، نعم، الجوائز التي تكون تابعة لأشخاص، فهذه أو مؤسسات مشبوهة ربما، يعني هذه ربما التي. من أشخاص؟ يعني من أشخاص تقصد؟ أشخاص بمعنى لو كانت هناك جائزة باسم سين أو صاد من الناس، أو من الشخصيات السياسية أو مثلا الشخصيات الفكرية، ولا تقوم عليها الدولة أو عين، أو يعني إذا جائزة لم أو عين، إذا أو عين مثلا، فمثل هذه الجوائز ممكن أن تفكر، يعني تذهب الآن إلى الداعم، من هو الداعم، يعني هناك يجب التأكد من سلامة هذه الجائزة على الأقل من الناحية الأخلاقية حتى تستطيع أن تعامل معها. إذن أنت تفترض هنا سلامة الداعم الرسمي بين قوسين، يعني نزاهة الداعم الرسمي، وتشكك في نزاهة الداعم الخاص. لا أشكك بأحد، أقول أنه يجب على الشاعر أن لا يندفع خلف الجوائز التي لا تكون يعني موجهة من جهات رسمية، وعليه أن يتأكد مثلا أو أن ينظر من هي الجهة الداعمة، ما هي توجهات هذه المؤسسة أو هذا الشخص إلى آخره. نعم. طيب، نعود للشعر قليلا. نعم، كثيرا.
لا هو الحديث معك ذو شجون أستاذ أمين. قل لي أنت من المؤمنين بقضية أن الشعر أو القصيدة يجب أن تكون في مضمونها، في مضمونها العميق، نعم، مضمونا فلسفيا أم لا؟ الموضوع يعني الشعر أبسط من ذلك، لا حاجة لفلسفته. يعني هي المسائل متداخلة، لا يوجد شيء فلسفي أو لا فلسفي مثلا، لكن هي اللغة، لغة الشعر بعيدة عن الفلسفة، قد تتقاطع اللغتان في جوانب معينة أو عند هوامش محددة، لكن لغة الشعر تختلف عن لغة الفلسفة. والمعنى رأيي، هذا ظني. والمعنى يعني مثلا سأعطيك مثال، يعني الفيلسوف مثلا قد يرى هذا الاستوديو، نعم، الذي نحن، هذا المكتب الذي تجلس أنت فيه حضرتك الآن في عمان، قد لا يراه مكتبا، نعم، قد يراه مثلا صالة للموسيقى. الشاعر، نعم، هل يجوز أن يرى مثل هذه الرؤى؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول للشاعر عليك أن ترى كذا وأن لا ترى كذا، يعني هذه الشروط التي توضع على الشعر أو على أي فن آخر، يعني هي ربما شروط مرحلية، تبقى مرحلية، حتى إن وضعت وإن وجدت فإنها تبقى مرحلية ضمن فترة زمنية محددة، ضمن يعني ربما ظروف محددة، ثم تذهب وتتغير هذه الشروط. لذلك يعني لا يجب على أحد أن يقول للشاعر افعل كذا ولا تفعل كذا، قل كذا ولا تقل كذا، يعني هذا الشيء ربما يعني يقرره المستمع أو المتلقي أو الجمهور بالدرجة الأولى. لكن الآن يعني نعود من هذا السؤال، نعود إلى قضية الجوائز أو شروط تصدر بعض الشعراء أو الشعراء بشكل عام، تفرض شروط على الشعر، تفرض أستاذ أمين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، تفرض. صديقي، أنا أو غيري من الشعراء، عندما يعني الجوائز بداية النوعان، هناك جوائز تمنح وهناك جوائز يتم التقديم إليها أو التقديم لها. لأن ما يمنح أتوقع هذه الجوائز يعني تكون جوائز تكريمية أكثر منها جوائز يعني للتحفيز والمسابقة. الجوائز التي يقدم لها أو إليها أظن أن شروطها تكون معلنة مسبقاً، ويستطيع الشاعر النظر إليها والانتباه، وعلى أساسه يعني عليه أن يرضى بعد النتائج عن المخرجات في حال أنه وافق بداية على الشروط. ما يحدث في بعض الأحيان أنه يعني العلاقات الشخصية، ربما بعض التوجهات السياسية تؤثر في منح الجائزة الفلانية أو الجائزة العلامية ذلك الشاعر لهذا الأديب، يعني ربما هنا الإشكاليات. لكن الشاعر يجب أن يرضخ لشروط المسابقة، يعني إذا كان هناك مسابقة، والآن كثيرة هي المسابقات على الفضائيات العربية، يجب على الشاعر أن يرضخ. لا يرضخ، لا أكيد، لا للمسابقات ولا لغيرها. الشاعر على ربما الشيء الوحيد الذي يتوجب على الشاعر فعله أن يبقى متمردا. أما أن يرضخ يعني بمعنى رضوخ، أنا أقول يعني هو من الناحية الأخلاقية، إذا تقبلت أنا أو شاركت في مسابقة معينة أو كذا، فعلي من البداية أن أكون قد طلعت على شروطها ورضيت بأجوائها العامة. لكن إذا عرض عارض فلا، يعني لا شك على الشاعر أن يعترض، يقوم بالاحتجاج، هذا حق مشروع له ولغيره. طبعا هو هذا السؤال يقودنا إلى قضية أنه الشاعر، من يحمي الشاعر؟ يعني حتى عندما الشاعر يغضب أو عندما يريد أن يبدي وجهة نظر أو يشعر بالحيف بالظلم، من يحمي الشاعر؟ هنا يعني هل هناك، يقودنا هذا الأمر، هل هناك، لماذا ليست هناك نقابة للشعراء؟ أخصص الحالة عندكم في الأردن، رابطة الكتاب الأردنيين. نعم. أريد يعني رابطة الكتاب الأردنيين. نعم. قل لي تفضل. يعني هي رابطة الكتاب أو نقابة للشعراء، يعني الشعر ليس مهنة حتى يكون له نقابة. ليس بمعنى، لكن كيان يحمي الشعر، من الذي يحمي الشعر؟ يعني المهندس هناك نقابة تحميه، الطبيب هناك نقابة تحميه. أتوقع. الشعر من يحميه؟ من الناحية القانونية ممكن أن يذهب الشاعر إلى المحاكم المدنية، ولكن عموماً أفضل ما يحمي الشاعر هو قصيدته، هو نتاجه، هو ما يقدمه وما يكتبه، هذا هو الحامي الأفضل للشاعر على طبعاً مدى الزمن. لكن في الموضوع المحصور أو القليل، يعني كثير من الشعراء، من الزملاء، من الأخوة في الأردن، رفعت ضدهم قضايا مثلاً تتناول شعرهم أو تتناول أجزاء
وبتت فيها المحاكم المدنية بكل يعني شفافية، وخرجوا يعني بالبراءة إذا يعني صح أن نقول أنها براءة. أها. طيب ما رأيك أن تلقي شعرا؟ نسمع المشاهدين طبعا. تفضل. قل للمليحة سيظل ليل العاشقين يطول، ويظل يكبر حولنا المجهول، والجهات تقاسمت أعمارنا نخبا، وداخ الوصل والموصول، فتح الشتات طريقه لوجوهنا، فوجوه من عبدوا السراب قولوا، نفدت سجائرنا فأشعلنا التذكر والبؤوس، وفاتنا المأمول، تاهت على الأمل القلوب، وعذرنا أن المحب إلى الحبيب عجول. قل للمليحة قد تكسر ظلنا يوم الوداع، وناح فيه عجول، فتسير في الليل اللئيم قوافل العشاق ظمأ، والذئاب تجول، ويسيل من قمر الحنين حليب رؤيانا، ويشبع لذتيه الغول، من يبلغ الحيين أن طريقنا مل اللهاثا ولا يلوح وصول. قل للمليحة ربما أو ربما ولنركب المجهول وهو يقول، ولنركب المجهول وهو يقول يطول. صح لسانك. هذه يعني بطاقة يحملها كل عربي الآن، كل لاجئ، كل مشرد، فتح يعني هذا الذي فتح الجهات للطريق. نعم. الشتات. نعم. حزينة هذه القصيدة. يعني الشعر يختلط مع الحزن ويدخل مع ما قدمت، يعني كنت حزينا يبدو، لأنه ما قدمت، لأنه تقول ربما وربما وهو يطول، ما هناك نهاية في الموضوع. هي الأوضاع كلها غير واضحة وغير ثابتة وغير متزنة، لذلك يعني لا أظن أن أحدا يستطيع أن يتأمل شيء من في ظل هذا الخراب وظل هذا الشتات وهذا الغبش. فربما تكون الرؤى أو الرؤية غير منظورة بشكل تفصيلي، أما بالشكل العام فلا، الخراب هو السائد والمنتصر إلى الآن للأسف. طيب قل لي، عندما لا تكون الرؤية واضحة، تقول أنه أحيانا الرؤية الآن أحيانا غير واضحة، الشاعر هنا ماذا يفعل في هذه الإشكالية؟ هل يؤجل القصيدة أم يتورط في قصيدة ربما ويندم عليها ويندم على موقف؟ ما الأسلم للشاعر؟ يعني هي الرؤية أداة من أدوات الشعر، وليست يعني الأداة الوحيدة لنقل، أو ركيزة من ركائز الشعر، وليست هي الركيزة الوحيدة. إذا كانت الرؤى غائمة غير واضحة، وعموما أكثر الشعراء تكون رؤاهم غير واضحة وغير ثابتة 100%، ولكن الشاعر يحاول اقتناص أي فرجة أو أي لحظة صفاء حتى يستطيع التقاط رؤيا ما وتقديمها للمتلقي. يعني أنت في هذه القصيدة نعم. تقول أننا يعني إن جاز لي أن أقوي لك هذا القول، تقول أنتم يا معاشر العرب مبدئيا في العراق، في سوريا، في اليمن، وفي غيرها ربما، وفي فلسطين، بلادكم خراب، تائهون، تجهلون في أصقاع الأرض، والموضوع طويل وطويل جدا، لكن الملاحظ أنك لم تقل من السبب، يعني من الذي دفعنا إلى هذا؟ هل هذا من عدم وضوح الرؤية؟ أكيد طبعا هذا جزء طبعا، وأنا كمهمتي كشاعر ليس أن أقول فلان مذنب وفلان مصيب. لا لا، أنا لا أقول لك أستاذ أمين، أنا لا أقول لك قل فلانا أو لا تقل فلانا، لكن يعني أنه تركت الأمر مفتوح، يعني أنت وصفت الحالة دون أن من الذي أوصلنا إليها، دون أن مسميات طبعا، يعني أنا حاولت تقديم توصية من خلال نهاية القصيدة، بأن الحيين يعني يتقاتلان كما هو معروف، وأن يعني الجمهور المتفرج أو المفعول به أو المدمى أو المقتول
ليس له يد مع الجماعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يعني الظلم، كل الظلم واقع على الإنسان المدني أو الإنسان الذي يحب أن يكون وطنه آمنا مستقرا ويعيش حياة هانئة، ولكن الفرقاء لا يقبلون بذلك. يعني هو الآن إن سألتك أنت وأنت تعارض، طبعا أنت عارضت قل المليحة وعارضت من مبلغ الحيين، لكن أردت أن أسألك الآن من هم الفرقاء؟ قد نتورط في حديث سياسي وربما يطول ويطول هذا الحديث السياسي. أنا لا أحب هذا الحديث السياسي حقيقة. يعني هو أنت قلت أنه مثلا الفلسفة لا تنفصل عن الشعر، لا تنفصل الأشياء، لماذا هنا تريد أن تفصل؟ هل تنفصل السياسة عن الشعر؟ لا صحيح، القصيدة ليست قصيدة سياسية بهذا المعنى، إلا أنها تناولت السياسة أو تناولت الوضع السياسي للأسف. أنا لا أفصل، الشعر ابن التفاصيل الصغيرة وهو كذلك ابن التفاصيل الكبيرة. لذلك ربما تختلف لغة الشعر عن لغة النثر بالعموميات، بإطلاق الأحكام الأكثر بعداً من الناحية اللغوية والنفسية أكثر بعد. وإلا حتى الفصل بين الشعر والنثر هو ربما خطأ، يعني يتم كتابه بشكل ممنهج أو غير ممنهج، لا أدري. لكن يعني لكن بعض يعني أنت تقول الشعر. أنت تقول الشعر هو يعني ابن المواقف العامة وبالخط العام، لكن كبار الشعراء مثلا المتنبي أرخ لسيف الدولة معركة معركة، أحمد شوقي أمير الشعراء أرخ معركة معركة، الشعراء المحدثين الجواهري يعني حدثا حدثا أرخ له. هل هناك ضير من أن يتورط الشعر في التفصيل وينتقل إلى العام؟ يعني هم أحرار، المتنبي حر بتجربته، كذلك الجواهري، كذلك أحمد شوقي وغيرهم. أنا شاعر آخر، لست ظلهم ولست مثلهم. طيب يعني هم لهم تجربتهم في الحياة، نعم، ونظرتهم الشعر والتعاطي معه، وأنا لي نظرتي الأخرى التي تختلف عن نظرتهم. مثلاً أنا يعني في خضم هذا الطرح يعني سأسألك سؤال، هل يمكن للشعر أن يكون كائن شريراً؟ تأكيد لا. إذا قد، لكنه على أرض الواقع قد يؤرخ أو نقول يمجد الشعر للظلمة، ألا يحدث هذا الشيء؟ نعم. أم تختلف النظرة للشعر شعر صافي أم شعر مدخل صوت صوتك صوتك تقطع، قل لي لو تكرمت بالإعادة، أم يختلف الشعر ما الذي قلته؟ إيه نسمعك تفضل. أقول أن الشعر يعني قد يدخل عليه أشياء مؤدية مثلا الشعر، أو أن حمل قضية معينة وتكون هذه غير عادية، أو عاد وجهة نظر من يطرحها، الشعر الذي يتبناها وهكذا. نفسيات الشعراء ونظراتهم للأشياء، فلسفتهم الخاصة، يعني هي تقول إلى عالم الشعر وتتصرف يعني شاءوا أم أبوا. لكن إن الشعر أكثر كان والأكثر ديمومة والشعر يتقطع. أستاذ أمين، طيب يتقطع صوتك، إذا ممكن نأخذ فاصل الآن لأن صوتك يتقطع الحقيقة. جاهز الفاصل؟ لا مشكلة، لا مشكلة. نعم أستاذ أمين تفضل. تمام، يعني رجع صوتك تمام. الحقيقة أنا من حرصي على آخر جزء، لأنه أنت تدري الآن هو اتجاهين بين شعراء اليوم، اتجاه من الشعراء يغوص في تفاصيل التفاصيل، هو يرى، هذا سأعرض عليك وجهة هذه النظر، إنه هذا الشعر ابن المجتمع، يعني إن لم يتكلم في همومهم اليومية، إن لم يتورط في قضاياهم فهو ليس ابنهم، لأنه الكلام بالعموميات بالتالي الشعر يجعل مسافة بينه وبين بيئته الحاضنة، هكذا يرى البعض. يعني هو أستاذ معاذ الآن النظرة للتعاطي مع الشعر ذاته ربما تكون مختلفة من مدرسة إلى مدرسة أو من شاعر إلى شاعر. نعم. ومن حتى مثل الغوص في التفاصيل، هناك فرق بين الغوص في التفاصيل لدى الشعراء وبين ما يطلبه المجتمع والزمان. بمعنى
أن الشاعر ممكن أن يأخذ تفاصيل معينة من تجواله في السوق مثلا، أو بين الباعة، أو في مكان طبيعي ما، ويستغل هذه التفاصيل في تأليف قصيدته. من جانب آخر لا، هناك يعني تفاصيل تحتاج إلى فن معين بحده بعينه. مثلا هناك على سبيل المثال لو أخذنا الشعر الذي يتعاطى مع السينما مثلا، أو الذي يتعاطى مع الدراما ومع أي فن آخر، الشعر الذي يتعاطى مع أعمال الناس، الحصادين، الصناع، الباعة إلى آخره، حتى هؤلاء لهم أناشيدهم ولهم يعني طريقهم في أو طريقتهم في ابتكار ما يشجعهم على العمل، وما ربما حتى هناك طقوس الصيد إلى آخره من هذه الحالة، لها أناشيدها الآن هذا تفاصيل وتلك تفاصيل ألفة، يعني الموضوع ربما أو على يعني فعل الذي يصبح ضمن مجال معين يعني ليكن احترام احد. طيب تحتاج الى شعر. طيب يعني هو على الرغم من تقطع صوتك لكن انا تماما وصلت وجهه نظرك، وهي وجهه نظر طبعا يعني معتبره، واتجاه عريض وسائد من شعراء اليوم يأخذ بها. الآن أذن لي أستاذ أمين الربيع وليأذن لي المشاهدون الكرام بفاصل قصير ونعود. مرحبا بكم مجددا الليلة في ضيافتنا شاعر الأردني أمين الربيع. كنا قبل الفاصل نتحدث عن موقف الشاعر أو ما الملائم أكثر للشاعر في هذا الشعر العربي، طبعا في هذا العالم العربي المأزوم الآن. حياك الله مجددا أستاذ أمين، ضيفا عزيزا على بيت القصيد. حياك الله. ندخل للشعر مباشرة، نريد أن نسمع شعرا، تفضل. ما الذي تختاره لنا؟ أختار شيء قريب من القصيدة الأولى. لا شيء جد، لا شيء جد إذا هنا لم يتفق أحد على صوم الحياة، نازعوا حول امتلاك الله والسلطات للأقوى، وظل الله حقا فارج الطرف الغزل.
تربيحي أعطى ما تناثر من جناح النادي، أهدى لثواكب في تفتعها ذكورا من تأمله، ولما مساحر الصمت البعيد وذاب مع موت البدايات الضبي. قد ينبت الأحياء في الماضي علانية، فدعهم يحرسون حنينهم للظبي، واخرج من قرائك معلنا رؤيا نبي. لا شيء جد إذا سيأوي البدر أخرى للظلام، سيشتكي للغصن قمري، فتزعق عبر عزتها طيور الشوق أسرابا، وينسلك الصدى في جولة النار الأخيرة. تسبح الريح الصبية بالقوافي، أطعم اللهب اخضرار قصيدة، ومضى يفتش عن هدير البحر في قصر الندى. لا شيء حتى الآن متضح سوى وجه الخراب، فكل من راحوا هدى. لا شيء متضح، وحناء الغروب على أكف الأفق منشرح قليلا، أقصت على كتف الفراغ نوارس مشغولة بهدوئك. ألقى المسافر نظرة لفضولها، ورمى إلى الأمواج حاضره فسيلا. قد يستبيح الميتون الوقت بين يديك، فاستفهم وقوفا فوق غبطتهم رؤى، وارحل إلى الآن. شكرا أستاذ أمين. أريد منك أن تقول، أن تعيد لي فقط وظل الله، لأنه حقيقة قصيدتك ليست أمامي. تقول وظل الله خارج حقا، وظل الله حقا خارج الطرح الغبي، خارج يعني وظل الله حقا خارج الطرح الغبي. نعم المقصود من يريدون. تمام تمام، لكن يعني ما بالك صوفي في هذا السطر؟ لا، هو ليس طرح صوفي بقدر ما هو طرح يعني طرح فلسفي في اللاهوت. يعني كما تعلم الكثيرين يحاول طرح طريقتهم في التدين على أنها هي الطريقة الأصوب أو الأفضل، أو هي الطريقة التي جاءت من عند الله عز وجل. ويعني هذا شيء مغلوط تماما، لأن كل طريقة ستقدم الإيمان كما تعتقد هي أظنها ستجبن أو ستأخذ حق الطرق. طيب هو يعني أنا بودي أن أسألك من هو صاحب الطرح الغبي هذا، لكن دعني أنا يعني أخاطب نفسي من هذا الفضول، ولا أريد لك أن تسمي أي جهات صاحبة طرح غبي، لكن أريد أن أسألك. تحرج، يعني أنا قلت لك أي إنسان يتعصب دينيا هو صاحب طرح غبي. هو لأنه تعرف أستاذ أمين، الآن المشكلة قد يقول البعض هذا الطرح أنه الاتهام بالتعصب أو الاتهام بالطرح المتخلف، أو أحياناً حق تكون حق يراد به باطل، وقد تستخدم شماعة. يعني المشكلة الآن أصبحت عمالة على بطال. لكن دعنا من هذا. تقول وظل الله، هنا استخدام لفظ الجلالة الله، هذه هل أنت ترى أنه بعض الشعراء مع صوابية الاستخدام من ناحية المعنى، لكنها تعتبر شطحة يعني مبالغة فيها، لأنه لفظ الجلالة البعض يقول لا يجوز أن يستخدم بهذه الطريقة، ما رأيك؟ والبعض يقول يجوز. يعني أوجزت الله، الله يعني أوجزت الله، أوجزت فأبلغت. تمام، هو يعني الله عز وجل ليس ملكا لأحد، لكنه لفظ الجلالة. أنا أقول لفظ الجلالة الله يجب أن يكون استخدامه منضبطاً في النص الشعري. لا أظن أنني خرجت عن الانضباط، كان منضبطاً جداً. ثم شعرياً لفظ الجلالة قد لا يقصد به الله عز وجل، يعني قد يكون قد يكون رمزاً أو تورية أو استعارة لشيء آخر. طيب جميل،
ما بالي أراك هنا يعني عندما تقول تهاجم أصحاب الطروح الغبية أو المتعصبين دينياً، سميتهم يعني سميت هذه الجهة، لكن على المقلب الآخر يعني هناك جهات التي سببت الخراب مثلاً والشتات والرحيل الطويل لم تسميها. قد يقول قال لماذا سميت هذا ولم تسمي ذاك؟ البعض ممكن هي يسمع. حتى يعني أنا لا أريد أن أشرح شعري، ولكن يا الطرح واضح في القصيدة هذه وفي غيرها. أنا لا أبرئ أي جهة من الجهات من الخوض في الدماء بداية، مع الاختلاف في النسبة طبعا، يعني هناك من وغل في الدماء كثيرا وهناك من يعني كان أقل، ولكن عموما الجميع كان لديهم أخطائهم، وأظن أن الزمن القادم سيكشف الكثير والله أعلم. نعم تمام. مزيد من الشعر أيها الشعر الجميل. طيب احنا الان ساغير قل لي لا استمر في هذا الخط، في هذا الخط، هذا خط جميل طبعا في الشعر والله. صلاه كفافنا خبزنا كل النبيذ بعينيها، وبارك لنا الدحنون في وطنه، قد لا تكون ثقوب الوقت كافية، يعبر الحب شفافا الشجن على طريقة من مروا إلى غدهم من بسمة أزهرت في الخشن، أصوات في صفوف الدهر معشبة، تبقى الحياة برغم الحاضر المكني، الآن أعرف أن مستحيل غدا ضد دوام الزمن، بارك صلاه يحيى الحب. صح لسانك. انا يعني سمعتك بصعوبه لانه الحقيقه كان الصوت يتقطع، ولعلك يعني غيرت قليلا من خط الشعر في هذه الحلقه، يعني جنحت للسلم اعتقد. لا نهائيا لا اجنح لك. يعني حتى في شعر الغزل لا اجنح لك. نعم مطلوب. قل النص الصادم، النص الصادم اجمل اليس كذلك؟ يعني المتلقي يحتاج الى دهشه معين، يحتاج، وكلما طبعا ارتفعت في الدهشه كلما كان المتلقي اكثر سعاده طبعا. المشكلة ربما في حالة الشعر العربي عموما أن المتلقي العادي، المتلقي الغير مثقف شعريا، اعتاد على أنماط محددة من الشعر، ولذلك سمع ما يخالف هذه الأنماط التي يعرفها واعتاد عليها، تصبح الأمور لديه مشكلة أو فيها إشكال معين، ويبدأ اهتمامه يقل لأن أذنه لم تعد على هذه الأنواع أو هذه الأنماط. طيب قبل أن أسألك عن هذه الأنماط، أتيت إلى ذكر الدهشة، وهي الدهشة ربما لب أي قصيدة هو عنصر الدهشة والمفاجأة فيها. أنت عندما تكتب قصيدة أستاذ أمين، هل تعيد أبياتا، هل تشطب أبياتا وتكتب غيرها بحثا فقط عن الإدهاش، عن مزيد من الإدهاش للقارئ أو للمتلقي أو لك أنت يعني كصاحب هذه القصيدة؟ أنا سأكون معك صريح، يعني المتلقي أثناء الكتابة يكون يعني شبه زائر حقيقة، يعني لا أكون مهتما كثيرا بالمتلقي، يعني أهتم ربما قليلا لكن كثيرا لا. وفي حتى أكون معك مصداقية، في لحظة الكتابة أصبح لا يكون متلقي نهائيا حاضر، لا وجود له. فيما بعد الكتابة الثانية أو الثالثة ربما يعني أقوم بتغيير كلمات، شط يعني مثلا تعشيب النص وتأثير أكيد، يعني هذا تحشيب. نعم. هل تواجه مشكلة في مطالع القصائد؟ هو المطلع هو الأسهل لأنه يأتي وحده يعني. ثم أشتغل بعد ذلك على غير المطلع.
يعني أنت المطلع خلاص هو أتى وثبت. نعم، المطلع هو هدية من الله يأتي وحيا. المطلع طبعا قد لا يكون المطلع، قد تكون يعني خاتمة التوقيت، ربما الوسط، ولكن يعني المفتاح مفتاح القصيدة يكون هدية من الله أو وحي من جهة ما. ما بعد لا يصبح هناك شغل للشاعر، هناك يعني إمام أكثر من بالذات وبالأنا والتعارض مع مدخلات الشعر وأجواءه. نعم، الثقافة. أريد أن أسألك الآن، يقال أنه يجب أن يكون شاعر مثقفا، هكذا يقال. طيب، بعض ويقال أيضا الآن في مقاييس النقد الحديث أن الشاعر لم يكن على مستوى عال من الثقافة يبقى شاعرا ذو تجربة محدودة. طيب يا أخي، بعض كبار الشعراء في العصور القديمة أصلا توفوا قبل على مطالع العشرينات، ولم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، وكانوا من المفلقين. هل السليق هل طيب تفضل. من قال أنت يعني احترت ربما إلى طرفة من العدل مثلاً؟ طرفة، نعم. أنت عندما تنظر إلى معلقة الطرفة التي خلدت وبقيت بين أيدينا لليوم، أنت تجد فيها عشرات مصادر المستخدمة حضارات. فمن قال لك مثلا أن طرفة أو أمر القيس أو عنترة لم يكن مطلعا سواء خلال التناقض الكفوي أو خلال ذوبان الثقافات المحيطة؟ كان ثقافة النهرين على سبيل المثال، يعني كيف تنفي أو أنفي أنا أو ينفي أي كان أنها أثرت على المواطن الذي كان يعيش مثلا في نجد على يعني هو يعني هو طرفة أو امرؤ القيس أو عنترة أو غيرهم من الجاهليين بلا شك هم، لكن يعني سمعوا وتشربوا حكاوي وأحاديث الأقوام الأخرى فيما استطاعوا الاختلاط به على سبيل، لكن هذه يعني الحياة المعاشة. المطلوب الآن لا، يعني أكثر من هذا، يقال المطلوب أكثر من هذا، يعني البحث والقراءة والتعب. هل هذا من متطلبات الشاعر؟ يعني هل هذا الأمر؟ كان ردي على يعني على أكيد على كلامي، أنك ذكرت لي شاعرا توفي في العشرين، يعني جاءت في بالي حقيقة الثقافة والاطلاع حتى حك الأفكار التي تصل عليها الشاعر، هذا من الأمور الواجبة على الشاعر. يعني لا تكفي الموهبة، الموهبة البكر هي الأساس، أساس الشعر أو أساس نباهة الشاعر، لكن الشاعر يحتاج إلى أكثر من الموهبة، يحتاج إلى اطلاع وإلى المعرفة وإلى تعلم صفات أخرى، على حتى الاطلاع على ثقافات وحضارات أخرى. يعني هذا ربما ما يجعل قصيدة أي شاعر تستطيع الانتقال ذاتها وسهولة إلى حضارات ثقافات أخرى. لكن هذا مدخل خطير أستاذ أمين، أنت تقول يعني الشاعر بحاجة أن هو هذا، يعني تقول الشاعر بحاجة للاطلاع على ثقافات وحضارات أخرى. نعم. لأنه الآن لماذا خطير أقول لك؟ لأنه بعض الشعراء العرب تشعر أنه يكتب والله لليونانيين أو للإسبان أو للإيطاليين. يا أخي أنت شاعر عربي، تفترض أن تكتب للعرب يعني. وما المشكلة؟ أنا أريد أن أسألك سؤال. الآن لو اجتمع هذا السؤال الثاني أستاذ أمين. سيكون الثلاث، أنت سألتني طيب. كثيرا. تفضل. يعني الآن لو اجتمع 100 شاعر عربي وكتبوا قصائد لنصرة القدس ووجهوها للعرب، ما الفائدة من ذلك بصراحة؟ بينما لو اجتمع 100 شاعر عربي وكتبوا 100 قصيدة نصرة للقدس ووجهوها لمئة ثقافة مجاورة، ألن يكون ذلك أكثر فائدة وجهة؟ طبعا. هذه إجابة. يعني أنا عندما أريد أن أتحدث مع نفسي، ما الفائدة عندما أزيد وأعيد وأكرر؟ لماذا؟ يعني سأصبح في النهاية إنسان مجنون، إنسان يخاطب ذاته، لا يوجد مخاطب سعيد. لكن انت يعني هو المشكلة، انت عندما تخاطب تساهم في تثبيت وترسيخ هذا الفن،
اللي هو شعر هو هذا هو يعني فن العرب سيبقى هذا هو شعر العرب. لكن هو لحظة هو هذا المصطلح أنه هذا شعر العرب. أنا لا أؤمن بوجود شعر العرب وشعر لغير العرب. أنا أؤمن بوجود شعر. الآن هناك ثقافة عربية تميز هذا الشعر مثلا كونه شعر صادر عن شاعر عربي. يعني حتى شعراء المهجر على سبيل المثال في بداية القرن كتبوا بلسان عربي وبثقافة عربية ولكنهم لم يكونوا يعيشون في ولذلك غير العرب تعاطى مع شعر هؤلاء بكل سلاسة وسهولة وجمال. والله يا ليت أن تعاد تجارب الأخطل. يا ليت يعني هو ليست المشكلة الإشكالية الآن أنه أنت تقرأ يعني بصراحة يعني تجد ما لم ينزل الله به من سلطان يا أستاذ أمين. يا أخي والله نحتاج إلى يعني مصطلح أو معاجم لشرح المفردات التي تأتي في بعض النصوص. يقول لك والله هذا خلاص هو هذا شعر مثقف هو هذا نتيجة تلاقح الثقافات هذا الرجل مطلع فأتى إلينا بما لم تأته الأوائل وما لم تستطعه الأوائل. هو جميل يعني هو إحنا كمان لماذا يعني ننكر أن الشعر مثله مثل باقي الفنون يعني له مستويات في التعاطي معه ومستويات في فهمه. فمثلا يعني قصيدة أي قصيدة قرأتها أنا الآن قصيتها على الجمهور قد يفهمها مثلا شخص له عنده مشكلات ثقافية معينة على معنى ويفهمه شخص آخر مختلف على معنى آخر وهذا هو جوهر الشعر وما أريده منه أو ما أريده أنا منه أن أحمل أوجه يكون الكلام أكثر شمومة وأكثر استمرار. مثالي أنت أستاذ أبي نظرتك مثالية للموضوع. طيب الوقت أوشك على النفاد يعني هي 3 دقائق أو 4 دقائق أعتقد. نريد منك نصا كي قبل أن نختتم الحلقة قل لنا شيء. أنا مشتاق أن أسمع لك شيئا من الغزل الصريح. أريد أن أعرف كيف تتغزل. الصريح ما عندي. لماذا؟ يعني أنا أحترم المرأة لذلك لا يعني أنت ماذا عفوا؟ أحترم المرأة. اها نعم جميل نعم الغزل الصريح بمعنى الفاحش. لا الغزل الصريح غير الغزل الفاحش. يعني انا اريد يعني فقط اعرف. لا طبعا لا ارجوك استاذي الغزل الصريح يعني بدون تورية هذاك الغزل. لا هو حتى الغزل الفاحش في موضعه جيد يعني كنت اريد ان اقول لك انه التشبيب يعني هو غرض من اغراض الشعر يعني. طبعا اكيد ولكن الان هذا العصر ربما النظره الاكثر سويه للمراه انها ليست مجرد اذا كانت قصيده تحت مضامين اعلى مع وجود طبعا اثارات وكذا فذلك جميل. طيب يلا تفضل نستغل الوقت. ما اراد إنما للوضع أحكام وذئب اللوم يرعانا فراسا ربما أحتاج شيئا هادئا بالليل طوالا يذربينا رمادا ما أراد إنما كل أغاني الحب يبكيها كمان السمادا باتت البنت بلا شبه فقط كان شعورا غامضا مر ابتعادا لم يكونا يعرفان الامر احيانا يطير الطيف للطف امتدادا الاسر العاشق العطر اذ وردت احمرت فابتدت صيادا كان ياتي صوتها المشحك يخطاط الى ان يمنح في ابتعادا سقطت صوره في النهر يوما عندك صح لسانك شعرنا الأستاذ أمين الربيع. انتهى الوقت تماما. بالختام ماذا تريد أن تقول بثواني تفضل. يعني أحيي المشاهدين جميعا إن شاء الله ويعني أتمنى أن يكون القادم أجمل وأكثر إبهارا.
إن شاء الله الشاعر الأردني أمين الربيع، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالمشاركة، وأنتم يا أهل بيت القصيد نتمنى أن نكون قد قدمنا ما أفادكم وأمتعكم بإذن الله الاثنين القادم، وأمسيات جديدة يا أمان الله.